ألف سرزة وشرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت بلا تفجير. افهموا ذليل قوم انعز، كيف ايامك؟ مو ايامي. وين اراضيك؟ لا تراضيني. تعالوا كي لا نلتقي، تعالوا لا نرتب المواعيد، تعالوا نتحاشى الصدف. قال قاعدين يعملوا اشكال مرعبة بعيد الهالوين اللي سمعت فيه اول مرة بفيلم لمصطفى العقاد الله يرحمه اسمه هالوين، نفسه اللي عمل الرسالة وعمر المختار. المهم حسيت انه ما عاد حدا عم يرتعب، فكرت انه لو شي واحد ملتحي بس يفوت بنص الحفلة ويصرخ الله اكبر شو كان رح يصير؟ بدون تفجير. زعلان عليهم كتير، كل شي عملوا وما خوفوا حدا. لماذا تضحك زوجتي على نكتتي السخيفة؟ زوجتي تجاملني، انا ايضا اجاملها. التفسير: حاولت أن أجامل زوجتي فلم أجد شيئا سوى نكتة سخيفة قديمة تافهة فرميتها، وكانت المفاجأة أن ضحكتها الشديدة المتفانية المتلقفة للنكتة القديمة لم تفاجئني. طالما مضيت إلى نفسك فامضي إليها وحدك. ما أجمل الخطان المتوازيان اللذان لا يلتقيان. ما أجمل اللقاء، ما ألطف الفراق. حياة بتهوي يا أبو شريك، كل لحظة بتقعد بتحس إنه بعد لحظة رح تسمع خبر بيهوي. حياة بتهوي يا حياتك، ولا شيء قدام الحياة اللي بتهوي عن جد. يعني تخيل كل ما فكرت تضحك بتتذكر إنك عايش لحظة بتهوي، لا ولسه لما بتفكر تبكي مشان غيرك بتتذكر إنك عايش حياة بتهوي مو لقيان وجع غيرك، ولما بتحس إنه وضع العالم بيهوي بتتذكر إنه أنت اللي وضعك كمان بيهوي. شو رأيك بقى بالحياة اللي بتهوي، اللي من قد ما بتهوي بتهرب قد ما فيك من اللي وضعهم مثل وضعك بيهوي، وبتهرب قد ما فيك أكتر من اللي وضعهم ما بيهوي. بقى شو في أكتر من هيك شي بيهوي؟ إنك تقعد كل لحظة وتحس إنه بعد لحظة رح تسمع خبر بيهوي. كشخصين يجلسان إلى بار، أحدهما أنت وأنا الآخر، ما المعنى من الذكرى؟ حلو الفن بغض النظر عن السوق، حلو السوق بغض النظر عن الفن. شخص ما قد تعرفه يموت الآن، شخص ما قد تعرفه يحتضر الآن، شخص ما قد تعرفه لا يجد من يضمد جرحه الآن، شخص ما قد تعرفه يشعر بالرعب الآن، شخص ما قد تعرفه يتم القبض عليه الآن، شخص ما قد تعرفه يموت تحت التعذيب الآن، شخص ما قد تعرفه يساعد أحدا الآن، شخص ما قد تعرفه يبكي على أحد الآن، شخص ما قد تعرفه يكتب قصيدة سخيفة الآن، شخص ما قد تعرفه يقبض ثمن مقال الآن، شخص ما قد تعرفه ينظم تنديدا الآن، شخص ما قد تعرفه يصور فيلما وثائقيا الآن، شخص ما قد تعرفه يغرق الآن، شخص ما قد تعرفه يحصل على الإقامة الآن، شخص ما قد تعرفه ينتحر في الغربة الآن، شخص ما قد تعرفه ينتحر في الوطن الآن، شخص ما قد تعرفه يتزوج الآن، شخص ما قد تعرفه يطلب التعرف عليك الآن، شخص ما قد تعرفه. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.